مرحبا برج السرطان، هذه قراءتك العامة. برج السرطان في عرض انت كأنما كنت تريد ان تقبله بشكل سريع، عرض عمل او عرض فرصة وظيفة تريد ان تقبله من اجل ان تستقر بسرعة، كأنما انت توك يعني مستعد ان تدخل في هاي المشروع او هذا العمل وتريد ان تنجز بشكل سريع. ولكن هني يقول لك احذر بان تختار الغصن الصحيح، لأن عندك الغصن الصغير مقابل الغصن الأول أكبر وأفضل الأغصان. كأنما هني استعجالك بأن تقبل أول عرض يدق بابك في الوظيفة أو حتى في المشروع، أول فكرة تخطر على بالك على طول تروح تنفذها، هذا شيء جدا غير جيد لك. تأنى وخذ وقتك، لأن خلف إذا انتظرت شوي خلف هذا العرض البسيط الذي لا يليق في مستواك، اللي ما راح يعطيك الأداء اللي أنت ترغب فيه، راح يكون بداية ولكن ما راح يعطيك كل السعادة، كل الشغف، الاستقرار، تحقيق الذات. تحقيق الذات ما راح يكون في هاي العمل، وإن كان وظيفة سريعة أولية وإن كان مشروع تريد أن تبدأ فيه، لأن أحسك مستعجل على البداية، تريد أن خلاص تبتدي تدخل أموال أو تنجز في مقر عملك، وهاي النوع من الطاقة. هني يقول لك انتظارك شوي لفترة بسيطة راح يأتي في دربك شيء أفضل أكبر. الغصن الأول هو البداية الجديدة، إشارة الذهب، الإشارة الخضراء، إشارة اللي أنت عن طريق العرض الثاني، العرض الأفضل، راح تحصل على كل ما تحلم فيه في الحياة. احتمال ممكن حتى يكون في النهاية يقودك إلى عرض زواج، ممكن جدا، ولكن في البداية هذه فرصة العمل الجديدة الأكبر. كأنما أنت هني قاعد تقارن سمكة صغيرة بعرض مستوى حوت، في اختلاف جدا في الحجم، في اختلاف في الأداء أو في النتيجة اللي راح يعطيك إياه كل عمل أو كل مشروع. احذر، كن جدا حذر في الاختيار. هني الرسالة لك بأن ما تستعجل، خليك ملتزم بمعاييرك، معتقداتك، انت ماذا تستحق، ماذا ترغب فيه. هني يتكلم لك ايضا طاقة النار عن طاقة الرغبات، لا تقبل بشيء انت ما ترغب فيه مجرد عشان تعمل او عشان تبتدي في حياتك العملية. عندك ملك الارض تحت الغصن الصغير، سبعة الاغصان، بالضبط انت يجب ان تقف هني. كأنما في اختبار لك يا برج السرطان في الناحية العملية والمالية في حياتك، الشيء متوفر عشانك ولكن في اختبار، هل ستحارب من أجل ما تريد، من أجل ما تحب، من أجل ما تحلم فيه، أو ستقبل بالحلول السهلة، الحلول الوسطى، الحلول اللي مجرد تضيع فيها وقت أو تقضي فيها الوقت. لأن هني يكون حذر يقول لك، لأن الشيء إحنا نعتبره مبدئي أو مجرد رح نظل فيه بطريقة مؤقتة، ينتهي بين الأمر أن نظل فيه عمر طويل. شيء بسيط اتحول لملك الأرض، وإن كان شوف هني مو مشكلة أنه ما راح يعطيك المردود المادي العمل الأولي، فيه أيضا خير وبركة، ولكن إحنا نتكلم هني عن المردود المادي مقابل مردود مادي في نفس المستوى أو أفضل، ولكن فيه سعادة لك، أنت تجد نفسك في العمل الثاني. راح تقول لي ما هو العمل الأولي وشلون أعرف أن العمل الأولي اللي أرفضه والعمل الثاني اللي أقبله؟ العمل اللي تحس ثقيل شوي على قلبك مو هو رغبتك، اللي تحس فعلا رغبتك ينبع منك، لو أنت عطوك الاختيار ستختار هاي العمل، هاي المشروع، هاي الفكرة اللي تجد فيها نفسك تحبه، شيء في مجال أنت تحبه. كأنما الأول أيضا مردود المادي تمام، ترى فيه دخل، فيه موارد، ولكن أنت راح تبدأ بشكل مؤقت، راح تبدع فيه وبسرعة راح تتدرج في الأوضاع المالية، بسرعة راح تتدرج في المنصب لدرجة أنك راح تنضج بسرعة، تحصل على مرادك المادي. ولكن هني سعادتك يتكلم لك عن طاقة الماء، طاقتك الخاصة، سعادتك يجب أن تحارب من أجلها. كأنما هني يقولك لا تقبل العمل اللي فقط يعطيك مردود مادي ولكن أنت غير سعيد فيه،
راح تكون أمامك فرصتين في المستقبل. هني يطلب منك الالتزام بشأن ما تحبه عشان أنت ما ينتهي بك المطاف بعد كم سنة موجود في عمل تكرهه، ولكن الأموال أو المبلغ المادي، الراتب، المشروع، حتى المردود المادي منه تمام، فراح تضطر أنك تبقى فيه وتتندم أن هذا النوع من القرار ما أخذته بوقت باكر. هاي النوع عندك من الطاقة، أن من الحين دام أنت في بداية المشوار من الحين اختار الشيء اللي تحبه، المردود المادي سيأتيك بغض النظر. عندنا طاقة الأرض موجودة بقوة، المردود المادي راح يأتيك بغض النظر، ولكن هني المطلوب منك أن أنت تختار ماذا تحب، لا تختار الحلول السريعة في حياتك العملية. اللي بعده راح ننظر إلى الجانب العاطفي. طبعا هذه راح تكون قراءة بشكل سريع عامة، نظرة سريعة إلى الجانب العاطفي. القراءة العاطفية المفصلة راح تكون خلال شهر مايو إن شاء الله، راح أسويها للعزاب والمتزوجين والمنفصلين كل واحد على حدة عشان القراءة تكون عندكم واضحة ودقيقة إن شاء الله. الجانب العاطفي، عندك قلق، تخاف ان الحبيب نساك او غير محتاج لك. برج السرطان، هل تخاف ان الشريك، عندك خوف ان الشريك يعرف وجدا مستعد ان يعيش بدونك؟ هل عندك خوف انه ينساك؟ لان طاقتك هني اللي قاعدة تنعكس، كأنما الشريك مش واضح معاك في الفترة القادمة أو حتى السابقة، مش واضح، في عدم وضوح. أنت لحد الآن مش عارف الأرض اللي تقف عليها، مش متأكد هل إحنا منفصلين، هل إحنا مع بعض، هل في أمل. لحد الآن وضعك غير واضح معه، هذا يخليك أنت جدا قلق، تفكر كثيرا، كأنما صار عندك هوس تريد الخاتمة هني. مو شرط أنك تريد الحل كثر ما أن تريد أن تعرف أتصل إلى صلب الموضوع. الشريك هني ناجح أو جدا شاطر في أن يضع واجهة، دائما يعطيك واجهة الثقة، الغرور، الاستقلال، اللي أنا ما أحتاجك، اللي أنا ما راح يكون من جانبي أي بوادر، هاي نوع من الطاقة. ولكن في حقيقة الأمر مخبي شوية أمور، مخبي مشاعر، مخبي أن أنت أيضا في باله. يعني هو في بالك كقلق وانت في باله مخبيك، يعني ما قاعد يراويك او يعرض عليك او حتى يبين لك انه هو يفكر فيك او يراك او عين عليك، كأنما تظاهر. انت هني واضح في طاقتك، تفكر فيه، ترغب بان تكونون في التقاء، لان عندنا كرتين كأنما قاعدين يخلونا مش واضحين، مش واضحين احنا مع بعض، شنو مصير العلاقة. هاي النوع من الطاقة. انزين، اول شيء الحبيب قاعد يستخدم كل ذرة قوة فيه، كل ذرة قوة، كرت القوة، كرت برج الاسد، كل ذرة قوة قاعد يستخدمها عشان يعطيك هذه الواجهة، عشان يروض نفسه، يسيطر على نفسه، يسيطر على نفسه ان الامور اللي مخبيها ما تطلع. انت عندك قلق من ان يكون راسم على شخص ثاني، أو في باله شخص ثاني، أو أن يكون مخطط مستقبل مع شخص ثاني، قاعد يستثمر الشريك مع شخص ثاني، ولكن في حقيقة الأمر هذا الشخص مخبي. شنو مخبي؟ مخبي عشرة الأكواب. عند الكثير من الطموح والرغبات، قاعد يحاول يرتبهم في حياته حاليا. حط أولوية، يرتب الأكواب، راح أبتدي مثلا أول شيء بالعمل، بعدين بالدراسة، بعدين راح أبتدي أوفر. هاي النوع من الأولويات توه قاعد يرتب، فكأنما لا يريد. دائما لما نشوف، مو شرط أن يكون برج ناري ممكن، ولكن لما نشوف ملكة النار دائما معناتها أنا ماخذ الكنترول الحين، أنا أعرف ماذا أفعل وأنا عندي استقلاليتي وأريد أن أرتب الأمور على كيفي، على مزاجي، بعيد عن توقعاتك أنت يا برج السرطان، بعيد عن توقعات أي أحد. عنده هاي النوع من الطاقة، عنده سيطرة على النفس خلال الفترة القادمة،
لأنه يريد أن يصل لشيء معين في باله. يريد عنده نقص دائما. لما نتكلم عن الأكواب، وفرة الأكواب معناته العكس، هو يشعر بالنقص. النقص في ماذا؟ ممكن تكون أمور كثيرة، في المال، في الوفرة، في الاستقرار، في الحياة بشكل عام، جوانب وايدة هو يحس بالنقص فيها. أحس أيضا أن هو إنسان ما ينحب بسرعة شريكك، يحس أنه عنده مشكلة وأزمة في أن يثق بالحب نفسه، عنده هاي النوع من الطاقة. أنت المطلوب منك من الناحية العاطفية أن تكون، شو أقول لك، مثل ما هو مسيطر هني بكارت برج الأسد، أن تكون عندك أيضا نوع من السيطرة على مشاعرك. الإمبراطور والإمبراطورة معناته في نوع من الشراكة، في نوع من التقابل، التكافؤ، نعم. بس في نفس الوقت الإمبراطورة تحتاج إلى الإمبراطور عشان يستطيع شريكك أن يحقق الوفرة في حياته. هو في النهاية ما راح يستطيع، راح يكتشف هذا الشيء بالطريق الصعب، ما راح يستطيع أن يوفر لنفسه بنفسه كل شيء يتمناه. دائما راح يكون في شيء ناقص عنده. فهو هني كأنما يقول لك خلي الأمور تمشي على راحة، خلي الأمور تمشي على حسب مزاجه، حسب تخطيطه، لأنه راح يكتشف بعدين بالطريقة الصعبة أن تفكيره كان خطأ. خليك هني، مطلوب منك الجمود. دائما الإمبراطور يعني للثبات، عدم إصدار ردة فعل. معناته هل أنت لما تطلع عندنا كارت كذي، معناته هل أنت يا برج السرطان سريع التفاعل معه، يسوي كذي ترد عليه كذي، تشوف منه حركة بسرعة تروح تحاول تفسر شنو معنى الحركة، بعد تحاول بسرعة تجيب أخبار، تتحرك، تعرف مصير علاقة. الإمبراطور تقريبا يشابه كرت العالمة في جوانب معينة. الإمبراطور صامت وثابت، مو سريع ان انت تستفزه، مو سريع، خصوصا لما الشخص اللي انت او الشريك اللي قاعد تتعامل معه ما عنده نية قريب ان يفصح عن مشاعره، يبي يسوي الامور على طريقته الخاصة في الوقت الحالي. هذه هي الرسالة لك. رح ننظر الى الجانب الصحي والقانوني. برج السرطان، اذا عندك مشكلة او وجع معين، حان الوقت ان انت تبحث عن التعافي. لا تظل تعطي الاخرين. عطائك بكثرة في الفترة السابقة والحالية قاعد يأثر على صحتك، انت محتاج لوقت استرخاء. اذا عندك مشاكل معينة، حتى عوارض بسيطة صحية، حان الوقت ان انت تأخذ بريك، تقعد تعالج الامور اللي عندك. فكأنما هني راح يكون عندك فترة انت تتعامل فيها مع اهمالك لنفسك لفترة طويلة. لا تخلي الامور تتراكم، دائما حافظ على كوبك صافي، لا تخلي الامور تتراكم فيه، امور مثل الصحة، مثل اسلوب حياتك. انزين، هني اشوف دائما كرت العالمة يعني لي الامور المتعلقة بالقلب. إذا تحس بنغزات في القلب أو عدم انتظام دقات القلب، عدم كهربة القلب أيضا تحس فيها مشكلة، حان الوقت أن أي عارض تعاني منه في هاي الجانب، إذا كان جاد، أن أنت تنظر إليه، تذهب إلى الطبيب، تفحص الموضوع. لأنك أنا ما هني راح تمر بمرحلة مطلوب منك تغيير شامل في أسلوب معين. هني دائما يتكلم عن التغيير اللي نبتدي فيه الحين ونظل مستمرين فيه لفترة طويلة. هذا الشيء اللي راح تسويه أو المطلوب منك عشان تعالج هاي المشكلة ما يروح بين يوم وليلة. فالمطلوب من الحين تبتدي تعالج الموضوع وتنظر إليه، تعطيه وقته وحقه. أشوف الموضوع أكثر متعلق بمشاكل في القلب أو حتى التنفس، ولكن القلب أكثر، لأن دائما العالمة هي الإنسان اللي تكتم، تتحمل الكثير مثلك يا برج السرطان لحد ما يشتد الحمل. ننظر إلى الجانب القانوني. برج السرطان، في الفترة القادمة أحرص أن أنت ما تدخل في أي
مشاحنات مع أي أحد أو حتى مناقشات، لا تدافع عن أحد ولا تقف ولا تأخذ جانب أحد في أي نقاش، لأن الموضوع راح ينقلب عليك أنت اللي راح تخرج من المولد بلا حمص مثل ما احنا نقول. راح يقع الخطأ عليك وأنت اللي راح تقع تحت الحساب، وإن كنت إن قاعد تسوي الشيء بنية صافية، مثلا قاعد نوع من مثلا مثال لأن أنت أخذ بضاعة أو شنطة صديق، حمولة صديق تعطي لصديق ثاني أو توصل إلى عميل معين، هني أنت تحمل مسؤولية قانونية. يجب أن تعرف ما هو الشيء اللي أنت قاعد تشترك فيه، كأنما أنت هني قاعد تدافع أو تساهم في مساعدة شخص، ولكن هذا الشخص راح يدخل في المشاكل قريبا، فكن حذر. أنت اللي راح تقع تحت الحساب، لأن يقول لك القانون لا يحمي المغفلين. أحرص أن أنت ما تتدخل في شؤون الآخرين، وأن أنت أي أحد يطلب منك مساعدة أنت اللي لازم تدافع عن نفسك، ما في أحد راح يقف مكانك أنت. إذا طلبوا منك مساعدة في أن توصل بضاعة معينة، تقوم بعمل معين عشان تساعدهم الأشخاص اللي حولك، الأصدقاء خصوصا، زملاء العمل، لا تتحرك بأي شكل في الفترة القادمة أن أنت تكون في موضع مساءلة قانونية. هذه هي النصيحة لك، لأن ملكة السيف في النهاية راح ترى ملك الأكواب أنه هو خاطئ، وإن كان سوى الشيء بنية صافية، بس في النهاية راح ينقلب الموضوع عليك أنت، وفي النهاية تحاسب محاسبة الخاطئين. فكن حذر، لا تأخذ بضاعة من عند أحد، لا تشترك في شيء أنت مو فاهمنه بحذافيرة. الجانب اللي بعده راح نرى يا برج السرطان، من القادم في طريقك أو ما هي الأخبار القادمة في طريقك؟ لما أقول من القادم في طريقك، ترى مو شرط معناته شريك أو حبيب، ممكن يكون أي شخص وأي نوع من العلاقات. ليكون تفكيركم فقط عن العاطفة. أول كارت، أوكي، نفس الشخص اللي كان على الجانب القانوني هو قاعد يظهر عندك هنا، القادم في طريقك. القادم في طريقك هي مصيبة، كأنما هني نصيحة لك أن أنت تخرج نفسك منها قبل أن تحدث مصيبة، لأن الأشخاص اللي راويتك إياهم شوي في الجانب القانوني، هذولين الأشخاص قاعدين يسوون بأمور مشبوهة، وهم يعرفون ماذا يعملون، بس أنت ما عندك معرفة. أنت ترى الناس كلهم طيبين مثلك، ترى فيهم النور، الصفاء، الأخلاق، بس اللي ما تعرف أن في جانب ثاني، في كوب وراء الكوب. برج السرطان، القادم في طريقك هو شخص شكاك، شخص ما راح يتفهم أو يراعي أن أنت سويت هذا الشيء بنية طيبة. احتمال جدا أنه ممكن يكون في العمل أو شيء رسمي فيه طبيعة عملية، هذا الشخص ما راح يعبر نيتك الطيبة. حاول أن أنت تكون متوازن، ما تخسر الأشخاص اللي في محيطك، وفي نفس الوقت ما تدخل في أعمالهم المشبوهة، ما تدخل في بزنسهم، في أعمالهم، في تجارتهم، توصل بدالهم بضائع، تقوم بالكلام من أجلهم، تدافع عنهم. مطلوب منك أن أنت اللي تكون تخلي نفسك في السيف سايت أو في الأمان في الفترة القادمة، لأن عندك شخص مسؤول عن الموضوع، وهو اللي كأنما راح يكلبش أو يقبض على هذولاك الأشخاص اللي عندك متلبسين. ممكن تكون مجرد مخالفة تجارية، ولكن هني أنت يقولك لا تتحمل جزء من هاي المخالفة. النصيحة الأخيرة لك، ask for help. حان الوقت أن أنت تطلب المساعدة على الجانب الصحي، لا تنسى يا برج السرطان، حان الوقت أن أنت تبذل اهتمام لنفسك. عندك مشكلة في القلب، حان الوقت أن أنت تروح تشكي للشخص المناسب، لطبيب، لمعالج عن هاي المشكلة. حان الوقت أن أنت تبتدي تفضفض، إذا عندك أمور أنت كابتها من فترة تبتدي تفضفض. لا تخجل بأن تسأل المساعدة، لا تخجل أن أنت تبعد نفسك حتى عن الأمور المشبوهة. What do you really need? Be willing to accept support.
كن منفتح في الفترة القادمة من أجل أن أنت الناس يساعدونك. أنت هني كأنما حتى مع الشريك أنت تعرض عليه المساعدة، أنت اللي واضح معاه. هني يقول لك بالعكس، أنت محتاج أن تظهر لنفسك هذا الجانب، أن تسمح للآخرين يدخلون حياتك يساعدونك، خصوصا لما أنت تحتاج العون. تأخذ من الأشخاص المحيطين منك الجانب الجيد، الجانب اللي فيه مساعدة، فضفضة، يعاونونك على أمور معينة، خذ هذا الجانب. ولكن لا تسمح لهم أن بعدين تظل الأبواب مفتوحة وتدخل فيه شبهات. لازم أنت تظل محافظ على توازن معين عندك. أوكي، برج السرطان. وإذا قمت بهاي الأمر، كأنما موجود لك، لا تنسى في الجانب الصحي كرت العالمة. كرت العالمة هي دائما الإنسانة اللي تكتم وتحافظ على الأسرار، ولكن من كثر الأمور، من كثر ما كتمت، نست نفسها في الموضوع، نست أن تدير بالها على نفسها. فحان الوقت يا برج السرطان أن تسمح للآخرين يدورون بالهم عليك أنت، وأنت أيضا تعطي نفسك الأولوية في الفترة القادمة.